أحدد معكم رزنا ما ونتفق عليها مع سيد وزير الداخلية ومع الإخوان الولاة والوزراء كذلك. كل شهر السؤال دائما إلى ما إلى أين وصلنا، ما هو مستوى تنفيذ البرامج فيما يخص مناطق الظل. هذه معالم تبين لنا إذا كان هذه الآلية وهذه الديناميكية ستبدأ حقيقة أو سنبقى بوتيرة بيروقراطية نحددها نحن بدون الشعور في تغيير ما نريده، وهي الجزائر الجديدة. الجزائر الجديدة هي بآلية جديدة، بوسائل جديدة، بمنهجية جديدة.